يقول في سؤال آخر: هل يجوز للرجل أن يجامع امرأته في آخر أيام نفاسها؟ لا يجوز للرجل أن يجامع امرأته في فترة الحيض ولا في فترة النفاس، لقوله سبحانه وتعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فلا يجوز للرجل أن يجامع زوجته في فترة الحيض أو في فترة النفاس حتى تطهر بانقطاع الحيض أو النفاس وتغتسل من ذلك. نعم.